بجوار البحر والحداثة والجمال. دينيز إسطنبول. امتلاك العقارية عم تسوق لهذا المشروع من 8 سنوات تقريباً لجميع المراحل، واليوم وصلنا لمرحلة بهار. هي المرحلة اللي عم يميزها عن باقي مراحل المشروع وجودها على تلة عالية، وبالتالي إطلالة مفتوحة وواسعة ومختلفة على البحر. المارينا يعني المحلات، المطاعم، مظاهر الحياة والاستمتاع المختلفة، وبالتالي قيمة عائلية واستثمارية عالية جداً. بهي المرحلة في 574 شقة سكنية، في مستشفى خاص ومدرسة خاصة ونادي رياضي، 5000 متر مربع وملعب جولف. بجوار المشروع بشكل مباشر في عنا مول، من حيث الكونسبت أشبه بمول أكوا فلوريا الشهير في تركيا. هذا المشروع وهي المرحلة بالذات بتبعد عن طريق الإيبش المعروف 4 كيلومتر، وبالتالي كافة المرافق التجارية والتعليمية. المرحلة ما فيها شقة نموذجية، لكنها موجودة بمرحلة سابقة وحتكون نفس التقطيع والتشطيبات. شوفها سويا. هيك بنكون خلصنا مونتاج المشروع، بقي عليكم انتم تخلصوا صفقاتكم. موعد التسليم ان شاء الله بعد 18 شهر، والعرض جاذب جدا في التقسيط للتملك والاستثمار. تقسيط 48 شهر. تواصلوا معنا في امتلاك العقاريه.